ازيكم؟ ناس كتير من ساعة ما رمضان خلص ما بقتش عارفة تظبط مواعيد نومها، واللي يقولك انا مش عارفة انام ومش عارفة اعيش حياتي زي الاول ويومي بقى مقلوب. انا بستغرب جدا من الناس دي. يعني عندك انا مثلا بنام بكل سهولة، واول ما بحط راسي على المخدة بروح في النوم. وزي ما انتوا شايفين رحت الشغل بنشاط بعد نوم عميق جداً.